وأكيد متابعين سمار، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. رح نحكي عن أفكارنا وتأثيرها على حياتنا، كيف ممكن أنه نحن نغفل عن صدى الكلمات والمعتقدات الداخلية وأثرها علينا. معنا الأخصائية النفسية الاجتماعية شفاء سوان لنحكي أكثر. صباح الخير. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. يا هلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي كيف بتأثر أفكارنا على حياتنا اليومية برأيك؟ هلأ كل شيء بحياتنا عم نعيشه هو نتاج أفكارنا. طبعا. يعني ثمار أفكارنا هي الأشياء اللي عم تصير معنا بحياتنا سواء إيجابية أو سلبية. فكل ما كنا إيجابيين أكثر بنظرتنا للحياة وللأشخاص والأفكار اللي حوالينا، كل ما كنا عشنا حياة إيجابية أكثر وجميلة أكثر وسعيدة أكثر وفيها سلام أكثر وتناغم، لأنه أنت عم تتناغمي مع الكون. وكل ما كنا رافضين أو ما عم يعجبنا شيء أو عم نتضايق من شيء، هو كل ما له بيزيد، ما تقاومه هو او تركز عليه بيزيد اكثر بحياتنا. مثلا اذا كنت قلت انا بكره الشتاء مثال، هو بيزيد شعورك بانك انت ما بتحبي الشتاء. مثلا بتمشي بالهي بيجي عليكي مي، بتروحي بمكان ما بتنبسطي، بصير معك مواقف تماما. فاذا قلتي انا بحب الشتاء كثير وكذا، رح تتجلى لك. اليوم قلتي لنا بتحبي الشتويه والمطر كثير بيعطي شعور كثير حلو، يعني على تنظيف. تمام. يعني لازم دائما الواحد يتطلع بافكار ايجابيه على اي شيء عم يشوفه لو ما بيحبه، هيك برايك؟ تماما. اكيد، يعني لانه كل شيء بنمر فيه بحياتنا هو ثمار لأفكارنا. تمام. فما أنا عم نحكي عن الأفكار الإيجابية يلي نحن لازم نكون حاوطينها جواتنا أولا ونزرعها جواتنا، كيف نحن فينا نحول الأفكار السلبية إلى إيجابية؟ تمام. وخاصة أنه نحن كلنا عم نمرق بظروف أوفر صعبة، إن كانت اقتصادية إن كانت نفسية إن كانت اجتماعية. تمام. والطقس كمان عم يزيد أكتر وأكتر. المراقبة، لأنه الإنسان اللي بيراقب تصرفاته أو كلماته هو بيقدر يغيرها. نحن كتير كلمات بنقولها، لأنه في مثل عربي بيقول إن البلاء موكل بالمنطق. فأي كلمة نحن بنقولها هي ممكن تجذب لنا الشيء اللي مو ممكن، هي أكيد رح تجذب الأشياء اللي نحن بنقولها. فكل ما كنا أكثر منراقب تصرفاتنا كلماتنا يلي نحن بنقولها، كل ما قدرنا نغيرها، يعني نستبدل الكلمات. مثلا إنه كيفك اليوم، مو مثل العالم مثلاً إنه كتير سيء والله يعيننا على النهار ويجينا شرها الضحكة وكذا. لا، إن شاء الله أنا دائماً لما بنضحك أنا ورفقاتي أو أنا وقرايبيني أو عائلتي هيك بيقولون الله يزيد هالضحكة أكتر وأكتر، الله يزيدنا سعادة وبهجة، الله يتممها دائماً على خير وبشغلات وبشارات أكتر. فدائماً أنت نظرتك للأشياء هي بتحدد قدي أنت حتكسب بعدها أو تخسر بعدها. في ناس دائماً بيشوفوا إنه المرض هو نهاية وموت، لا، المرض هو ممكن تطهير. لهيك أوقات نحن لما حدا بيمرض بيقولوا طهور، يعني تطهير وتنظيف من الداخل، يعني هو رسالة. فكل شيء حدث بالحياة هو رسائل من الله. فنحن قدي نحن من القطة ومنحاول نصححها ونراقب داخلنا، قدي نحن بنقدر نغيرها، قدي نحن بنغفل عنها وما منراقبها وما بنقدر نغيرها. لأنه كل ما الإنسان راقب الأشياء، حتى تصرفات الناس اللي حواليه، حاول تصحح. مثلا حدا قال لك، مثلا رحت لعند حدا ضعفان أو حدا متضايق أو كذا. تمام. أو حدا شكالك همه وقال لك الدنيا ما منيحة والناس كلهم سيئين والطيبين ما لهم حظ بالحياة. لا، بالعكس، الطيبين لهم حظ بالحياة وكذا. دائما ليه بهي المعادلات؟ مين قال لك إنه هيك؟ ليش حاطط هي على القناعة؟ أنا مالي محظوظ. يعني في كتير ناس حتى يعني مثقفين جدا أو يعني لهم درجات علمية معينة بيقول أنا مالي محظوظ. ليش مالك محظوظ؟ قول أنا محظوظ، أنا محظوظ. دائما، لانه اي شيء بالحياه هو بيجي رسائل، بس كيف نحن بنفهمها، يعني كيف بنشوفها هي القصه. فبجوز هي بيجي وراها اوقات كثير، مثل ما بيقولوا الصوفيين، انه اوقات بالظاهر شر بس بجوا خير كتير. أكيد. بس انت بدك تصبر لتشوف الثمره تبع الخير جواتها، يعني شوف الخير جوات الشر الموجود. هيك قلتي بالختام، قلتي الواحد يصبر ليقدر يشوف الخير. طيب، في اشخاص ما لهم صبورين، في ظروف كتير صعبه، في واقع عم نعيشه يعني عم بيخلي الانسان ما يكون صبور، ما عم يتحمل حاله ليتحمل غيره. هدول الاشخاص كيف ممكن يتعاملوا مع الحياه؟ كيف ممكن يتعاملوا مع الاشخاص اللي حواليهم، عائلتهم، اصدقائهم، يعني بصوره ايجابيه وهن اصلا قلت لك يعني ما في عندهم ابدا يعني صوره عندهم سوداء وبس. روح على كهفك.
لأنه داخلك هو رح يدلك شو أنت لازم تساوي. داخلك الإيجابي الفطري، كيف الطفل داخله فطري وإيجابي، الطفل ما عنده سلبية، السلبية مكتسبة، بينما الإيجابية هي فطرة. يعني الطفل لما بيشوف شيء حد أو حار أو ساخن أو هيك دغري لحاله بيبعد، الفطرة تبعه بتدله عليه. فأنت اعتزل العالم كله واعتزل كل شيء حواليك وعود فترة مع ذاتك. أنا ما معنى اعتزل معنى أضل شهر وشهرين، يجوز ساعة اعتزال أو نص ساعة أو ربع ساعة تفكر وتدبر بالشغلات اللي صارت معي بجواتي، طريقة تفكيري، مشاعري، لأنه المشاعر كمان مثل إلى ذبذبات وترددات بترجع لنا. مثلا أنا مشاعر الكره تجاه شخص، بجوز أنا ونايمة عم فكر إني أكره هذا الشخص أو عادي، رح تجيني هي، حتوصل له هي الرسالة لهذا الشخص، وأنا كمان رح ترجع علي بوقت من الأوقات من أشخاص تانيين حوالي رسائل حب وتسامح. بيقولوا إذا بدك تصالح حدا وتسامحه ابعت له رسائل بوقت التأمل أو أنت وصامت، يعني شغلة دقيقتين ثلاث دقايق بتوصله رسائل تسامح فيك بعد ما ندق تليفون وتقول له إنه فينا نتصالح وكذا وهيك، فتكون الأمور تمام. بس عن جد هي تبدأ من الداخل، لأنه نحن طاقة، نحن شيء من الطاقة والترددات. فمثل ما نحن بنفكر تردداتنا بتاخذنا للمكان يلي نحن عم نفكر فيه او المشاعر اللي نحن موجودين فيها وعايشينها. تماما، يعني دائما نحن بدنا نضل نقول انه عن جد نحن انظلمنا بمرحله من عمرنا. كثير في كلام بيتردد بين الاشخاص انه نحن انظلمنا، نحن مرقنا بظروف، سنين عمرنا راحت بالحرب، بعد الحرب صار في ضيقه اقتصاديه، صار في كورونا، ما عم نلاقي شغل، ما 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 ما, ما. هذا الحديث الدائم تمام. يلي هو صار يمكن مثل مرحبا كيفك، هي هذا الحكي هو صار مرافقنا كأشخاص. اليوم كيف فينا نحن نحسن حالنا من هي الطبقة السلبية؟ فكرة المظلومية كتير خاطئة. انه انا بالعكس، انا مرقت بتحديات. دائما الناس العظماء بالتاريخ سواء مخترعين، مصلحين، ناس غيروا التاريخ، هن الناس مرقوا بظروف كتير صعبة، بس هي الظروف الصعبة صقلت جوهرهم. نحن بشر وما عم نتحول من الفحم للجوهر لما نحن بنصقل حالنا بالظروف الصعبة والضغوطات اللي بنمر فيها. بظن ما في حدا مثل شبابنا وبناتنا بعمرنا وجيلنا يمكن بهي الوعي اللي نحن عنا يا صراحة. نحن عنا الوعي والقدرة على أنه ناخد خيارات كتير، على أنه ما نكون مقلدين، على أنه ما نكون ناس عاديين، على أنه نلاقي حل لكل مشكلة بنمر فيها. عكس مثلا لما أنت ما بتمرقي بتحديات، يلي ما بيغلط ما بيتعلم، يلي ما بيمر بتحديات ما بيقدر يتطور ولا يتجوهر. فهي التحديات كتير إيجابية، ما فيها ظلم. لا ننظر لنفسنا نظرة المظلوم، ننظر نفسنا منظر الجوهر. الجوهر كل ما انصقل أكثر وكل ما الفحم انضغط أكثر هو بيطلع أجمل ما عنده، أفضل ما عنده. وعن جد كلنا مرقنا بظروف صعبة، وعن جد يعني وصلنا لمرحلة يمكن مثل ما قلتي ممكن يأس أو تعب أو تعب نفسي إنه ما بدنا نحكي مع حدا. بس عن جد لما بيرجع الواحد لحاله هي عززت شيء جواتنا، مثل ما بيقول جلال الدين الرومي، الكسور اللي جواتنا هي بتوصل نور الله فينا. يعني هي اللي بتخلينا نتغير، هي اللي بتخلينا نضوي جواتنا. فكل ما كانت ننظر لهي الكسور والشغلات اللي بنمر بحياتنا انه هي شغلات ايجابيه وهي عم تقوي جواتنا. هلا عمليه المشي هي عمليه تكسير للعظام بسيطه تمام، فهي بتقوي العظم وبتقوي العضل. فكمان نفس الشيء نحن لما عم نستخدم هي الجوارح اللي نحن فيها والروح والجسد والعقل والتفكير، هي عم تجوهرنا وتقوينا وتسقلنا وتجعلنا اشخاص افضل واقدر على انه نبني يعني بلدنا سوريا القويه، يعني قويه عن جد بالخبرات والتجارب اللي نحن مرينا فيها. عن جد مثل ما حكيتي انه في عنا مثلا كسور واشياء كثير تانية، في مثلا اشخاص مثلا مثلك كثير ايجابيين وطاقتهم ايجابيه، يعني من تجاربهم السيئه بيطلعوا مثلا بطاقة حلوة، بيستفيدوا من تجربتهم السيئة. بس بنفس الوقت في أشخاص خلص بيصير ما عاد بدهم شيء من الحياة، بيصيروا كتير كئيبين، حتى ببيتهم بيصيروا كئيبين بالنسبة لكل عائلتهم. يعني طاقتهم دائما سلبية، يعني دائما نق عندهم، دائما معجبهم شيء بالحياة. كيف ممكن نصل نحن للتوازن الداخلي؟ كيف ممكن نساعد هدول الأشخاص ليقدروا يطلعوا وينطلقوا من أول وجديد للحياة؟ هدول الأشخاص يعني أكيد مو راضين، بيقولوا بدي سافر، بيسافروا ما بيعجبون، بيرجعوا ما بيعجبون تماماً. يعني كتير كتير وكترانين كتير. يلي بده ينجح بينجح بهو بالوسط اللي أينما زرعك الله أزهر. يعني هي الفكرة أنه أنت وين ما كنت أعطي أجمل ما عندك وأفضل ما عندك. اليأس دائماً هو بوابة للدمار الداخلي. فكل ما كنا متفائلين بالأشياء، تفائلوا بالخير تجدوه. عن جد هي قاعدة كونية على فكرة، سنن من سنن الكون، أنه تفائل تجد.
يعني ما في ابدا يعني دائما. وبنلاقي الناس اللي دائما متفائلين بالحياه عن جد بيحصلوا على اشياء بطريقه اسهل. اللي بيظنوا انه المحظوظين بهالحياه دائما بيكونوا عن جد الحظ بيرافقهم، مو معنات ان الحظ بيرافقهم يعني انه لانه هن بيتوقعوا الافضل. فعلى هو توقعاتك انت بتصير. طبعا بدي احكي فكره انه الناس السلبيين واللي بينقوا كثير هن بيسموهم بعلم الطاقه سارقو الطاقه بمصطلح طاقتك. فالافضل انك ما تعدي معهم او انك تزتي افكار حلوه وايجابيه. اذا كنتي مجبوره تعدي معهم بنفس الوقت انت كانت طاقتك كثير حلوه وقاعده مبسوطه. ما في بتغيريهم. انا ديتين لا بتغيريهم عن جد. انا كثير قعدت مع ناس تفكيرهم سلبي وكذا، بس اول مره بينصدموا يعني كيف الواحد بينصدم. بس انا بقول لهم فكروا بالشيء اللي قلت لكم اياه، بجوز الايام والصدف تجمعنا. ما بخلوا لك مجال تحكي هدول العالم. لا لا على فكره لما بيخلوا هي ردات الفعل يعني اوقات بقول كلمه طبعا بيقول كلمه سلبيه انا بزت كلمه كثير ممكن تقلب تفكيره طريقه تفكيره. فهن بقول لهم انه فكروا يعني انا ممكن رحلت ممكن مثلا حدا تاكسي او شيء او حدا محل اشتريت منه غرض على فكره. بس دائما مثل ما قلت اينما زرعك الله ازهر، يعني دائما لما بتكون باي مكان حاول انك تبث روح التفاؤل والايجابيه والخير للاشخاص عن جد. بوقت من الاوقات والله كثير ناس بحياتي قالوا لي انت سبب تغيير بحياتنا، انه انت لما سمعنا الكلام اللي انت قلتيه فكرنا فيه، مع انه يمكن كانت الحياه جمعتني فيهم مره او مرتين او بالصدف او بالسلام بالطريق يعني. بس انت الاوقات بتزت كلمه ما بتعرف ايمتى البذره بتحركها التربه وبتصير صالحه للانبات. فنحن المهم نزت بذور الخير والمحبه وين ما رحنا عن جد. وما بتعرفي امتى الظروف هذا الشخص السلبي ممكن تنقلب التربه يتغير يمر في ظرف يتذكر موقفك. يعني انا احد الاشخاص اللي مريت بحادث انا وبالحادث تذكرتك، يعني انا بالحادث تذكرت كلماتك. ما بتعرفي كيف امتى هذا الشخص بيصحى عنده هي البذره الحلوه وبتأنبت وبتأزهر وعن جد بتعطي شيء كثير حلو. نحن بدنا نتمنى اكيد الخير لكل الناس وان شاء الله يا رب هيك يضل عنا ايمان انه اللي جاي احسن وبكره اريح لكل الناس يا رب. هيك ان شاء الله حياتنا تكون احسن لحاجه لانه تعب. شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه ونهارك سعيد. يسعد صباحكم الحلو يا رب. يسعد صباحك. شكرا لطاقتك الحلوه، شكرا لطاقتك الايجابيه اللي نشرتيها هون بالاستديو. بكل حدا تعبان اكيد بيكون تفائل معك. نتمنى لك كل التوفيق ونشوفك بحلقات قادمه اكيد. شكرا لك.